أهلا بكم متابعي قناة فروم موروكو في نشرة إخبارية جديدة، وهذا أبرز عنوانها: سخان مائي ينهي حياة شاب بتوريرت. ولن للتفاصيل، لكن قبل البدء لا تنسوا وضع الاشتراك في القناة وإعجاب بالفيديو. أنهى سخان مائي أمس الجمعة حياة شاب في مدينة تاوريرت إثر استنشاقه لكمية كبيرة من الغاز. وذكرت مصادر مطلعة أن الهالك كان يستحم، غير أن تسرب الغاز تسبب له في ضيق التنفس. وأضافت المصادر ذاتها أنه تم استخراج الشاب من دوش المنزل، وأنه أثناء محاولة إنقاذه ونقله إلى المركز الاستشفائي الجامعي بوجدة فارق الحياة. وفور علمها بالخبر، انتقلت مصالح الأمن الوطني إلى عين المكان، حيث عينت الجثة وفتحت تحقيقا في الموضوع لتحديد ظروف ملابسات الوفاة. وجرى الاحتفاظ بالجثة بقسم مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي لتوريرت من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية وتسليمها لذوي الراحل لإجراء عملية الدفن. كنتم مع نشرة إخبارية، إلى اللقاء.